والحمد لله بعد هذا الانجاز هذا اللي داروا والحمد لله بعد هذا الانجاز اللي داروا بعد ملي دازوا حتى الدوم الفينال تفهمشي فخر العرب وفخر افريقيا وفخر ولكن كنا بغينا الثالثه زعما طبعا لازم حتى الثالثه فهمتيني ولكن لا. انت تشوف ليلى يلاه تعتمد عليهم ان شاء الله تبان بحال كاس افريقيا ان شاء الله الا ما بوش بالنسبه لهذه النسبه خويا واحد الانجاز اللي داروا باش تقصي عباد الله باش تقصي عباد الله ودوز انت الاول في المجموعه وقصيتي البرتغال وقصيتي الصبليون انجاز كبير هذاك اخويا اللي عليهم راه قدموه هذا الشيء هذا اللي عشنا ما عشناش مع اجيال شحال هاج واش فهمتيني لا اله الا الله عليهم اللي عليهم داروا اللعابه المهم ما شفنا واحد الحاجه اللي سميتو تقاتلوا داروا اللي عليهم المهم ما عليهمش روا لا اله الا الله محمد رسول الله ماتش تاع فرنسا لا اله الا الله وجي ما كوكب الله يجيرو كاين الخير ان شاء الله مع الا بقى الركراكي الا بقى الركراكي كاين الخير ان شاء الله وما قصروا قصروا هذا العام ولكن في هذا الخير هذا ما بحال شويه ما بينوش لنا بزاف ماشي مشكل تجي ما كوكب هو صراحة جانا زوين هو هما الدراري لعبوا وقاتلوا الصراحة ولكن هما اللعبة كلهم مضروبين صراحة والحمد لله منين وصلنا هذه المرحلة هذه الصراحة هو إلا كنا نهضروا على طيلة أطوار المونديال هو أداء مشرف جدا وحنا فخورين بهم كشعب مغربي وأمة عربية بشكل عام احنا سقف الطموحات طلع بزاف فما بقيناش قابلين انه يكون قل من المركز الثالث ولا النهائي اللاعبين وقع لهم واحد الاجهاد اللي هو كبير اجهاد بدني كبير 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 بزاف وشتناه واصابات اللي هما ما جاوش فوقيتهم مي هذا كيعطينا بانه خص تكون عندنا تركيبه بشريه من المستقبل وعندنا استحقاقات افريقيه واستحقاقات اللي هي ديال المونديال وعندنا شباب وجيل صاعد فنتمنوا انه يكون خير منا لقدام في استحقاقات اخرى وحنا كنا فخورين بهم احنا فخورين بهم Ça a bien passé, c'est vrai qu'on a perdu le match avec la France, mais bon, espérons qu'on gagnera la Coupe en 2026. Voilà, c'est vrai que le hakem, le Mexique, il m'a quinch ma'ana, autant qu'il y avait des fautes, il y avait des fautes, mais bon, Inch'Allah qu'on gagnera la Coupe. Merci. المنتخب الوطني المغربي ينهي مساره الحافل في نهائيات كأس العالم قطر 2022 محتلا للمركز الرابع ليكتب بذلك التاريخ بأحرف من ذهب في انتظار الاستحقاقات القادمة لعلها تحقق الظفر بكأس إفريقيا الذي استعصى على الأسود منذ السبعينيات.